سلامتكم. يقولوا عليا حروز الشباب كي توم كروز، ما يكفيني نكون انيماتور وميزوديتور ديما في الكار، وتوا ننطلق مع حروز. وي رغم مشاغله الكبيرة، المبزع يلقى الوقت الساعات باش يعمل التقييلة في القصبة. الجرذان في ليبيا على مشارف طرابلس، بعد ما لوجنا عليهم في العركات والماتشوات والرمبوانات، طلعوا يصيفوا في الحمامات. في مصر المشكلة أكبر، لأنه الجيش هو اللي لاهي بالتوريزم. ربي يدوم العشرة، وإن شاء الله اللي صاير هالأيامات ما يخليهمش ياكلوا بعضهم ماكلة في البستيارات. غنية بالكالكير بالجافيل والكلور والبوتاسيوم، خفيفة وتهضم الماكلة، تستعمل في التسييق للقضاء على الجراثيم وفي الدوش باش تشيح الجلدة. سندس ماء جدود ينبع من أعالي الهضاب ويتشبع بالمعادن في ثنيته للعيون. سندس سعر لا يقبل المنافسة وطعم لا مثيل له. سندس المساند الرسمي لكل شركات المياه المعدنية، لا ينصح به في سقين الأزهار والنباتات لأعراض الجانبية. قبلنا 14 كان شد كرادار 80/50، هاكا كانك الزميل، وإلا في بطاقة تعريف طلعت وين البلاد سلكتها. ما كانش لازمك تكون مركبة معك عشور باش يطيح الفيتاس بعشرة، وإلا خير دين باش يطيح العشرين، أما بالقاسم يشفع لك عند العون ويقنعوا أنك تجري في الخمسين وتروح لدارك فريحا مسرورا. بالنسبة للفروش، ساعات خموس ولا حتى كسكروت وباكو دخان يكفيه باش الأحمر يولي أخضر سافا. بعد 14 تنجم تجري 120/50 وتدخل السونس انتيردي وتحرق الذو الأحمر وتقف الذو الأخضر كين الزم، وتمشي باش دب العون تستعرف اللي عملته الكل وتمدله الأوراق ويقول لك بدأ عايش خويا زينس روحك وغمم في الصغيرات وخليني نحكي مع صاحبتي في التليفون، هني سبب 50 دينار لايت من 150 اللي زادوهن في شهرية. وليش غربة مرة وظروف صعبة للغاية، ذلك هو حال اللاجئين الليبيين الذين طال بهم المقام بمخيم النصر بالشمال التونسي. صعوبة في التنقل لغياب الوسائل وندرة المسكن جعلت من واقع اللاجئين امتحانا يوميا لمجابهة مصاعب الحياة بعيدا عن الوطن. نبي نرجع بلادي، نرجع البادية للخيمة للصحراء، ظروفنا هنا صعبة جدا ومزري. إذن طال بهم المقام في بلد غير بلدهم في ظروف صعبة افتقدوا فيها كل متطلبات العيش الكريم من أكل ولباس وسكن، وزاد غياب منظمات الإغاثة الدولية في تعقيد أمورهم وإشعال توقيهم للعودة في أسرع وقت إلى وطنهم. ربيع قفطان التفاحة الوطنية من مخيم حي النصر للاجئين الشمال التونسي. كان ما باسي ناشا نتقابلوا إن شاء الله المرة الجاية وما يهمناش. ملا كان معكم حروز من الاستوديوهات المركزية. باي.